حول العالم. معنا السيد سامر أبو سالم من عجمان، صاحب شركة IDL دور. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك يا سيد. أستاذ سامر، حابين نتعرف في حضرتك. أنا سامر خميس محسن أبو سالم، أقيم في دولة الإمارات منذ 17 عاما، أتيت من المملكة الأردنية الهاشمية. أستاذ سامر، حضرتك قبل قدومك إلى الإمارات من الأردن أكيد في الأردن كنت صاحب شركة أم موظف؟ لا والله كنت موظف عادي جدا في الأردن، كنت بشتغل بشركة إطفاء حريق وسلامة عامة. تركت الشركة سنة 98 وأخذت عملت فيزة زيارة إلى الإمارات لأبحث عن عمل، ووجدت عمل بشركة أعمال حديدية، أعمال الحديد، ودومت على هذا بهذا المجال مدة 4 سنوات، وتعلمت شركة شغل الأبواب وتصنيع الأبواب، وبعدها قمت بفتح شركة صغيرة أوكي اللي هي IDL دور، ومنها بدأت مشواري بالحياة. يعني احنا بنقول السيد سامر من 2000 إلى 2004 كنت حضرتك موظف في الإمارات. نعم، كنت موظف عادي جدا وبراتب بسيط جدا. والله هاي الفكرة طبعا هي طموح عند أي شخص، هي إشي طبيعي، وأنا كنت يعني بحلم فيها طول عمري. أنا صغير طول عمري بحلم وعندي طموح إني أصير صاحب شركة أو صاحب مصلحة أو وصاحب الفكرة أو اللي خلاك أنت تصعد لهذا الإشي، هل لهذا المنصب أو لأنك توصل لهذا؟ طبعا أكيد في واحد بيكون ناس زوجته تكون هي الداعم له، ممكن الشخص يكون أهله، ممكن صديق قريب، ممكن مدير سابق. لا والله أنا أخذت الفكرة هذه من لما جيت على البلد، اشتغلت بشركات مظلات وحديد، شغل حديد وهاندريل، والأكثر مجال شفته لقيت فيه فايدة كان في البلد هو مجال الأبواب والسلام العامة، لأنه كمان عندي كانت خلفية بسيطة بمعدات إطفاء الحريق. بعد افضل مجال لقيته بهالبلد هو السلام العام وسلامة الناس. احنا بدنا نسال عن IDL دور، كم عمر هاي الشركه؟ عمرها حاليا 11 سنه. اول شيء انا اول ما بلشت حياتي بالشركه هاي بدات مشواري الحالي، ما كان معي اي شريك. من فتره سنتين تقريبا 3 سنوات لما حبينا نوسع مجال الشغل ومجال الشركه ونكبرها كمصنع ومصنع، صار معي شريك بعدين. أستاذ سامر، بالنسبة لشباب الأردن القادمين إلى الإمارات الجدد، طبعا نحن بنعرف إنه الشباب بيجوا دائما فور الشباب، أنا بدي أتغرب، بدي أشتغل، بدي أطلع فلوس، بدي إيش بتعطيهم أنت هنت أو نصيحة عشان يضلوا مستمر في الإمارات وما يصير فيه زي شباب تانيين أجوا هون وما قدروا يكملوا حياتهم؟ أول شيء بس بدي أوضح لهم إنه شغلة الغربة مش سهلة. وكل شخص بده يتغرب لازم يكون عارف حاله انه بفتره سفره انه راح يقدر يعمل شيء او ما راح يعمل، لانه في عندك ناس كتير بتتغرب بتترك بلدها بتترك اهاليها وبتيجي على هالبلد هذه بس مشان امور الرفاهيات وشمات الهواء والطلعات والنزلات، ما هم مفكرين بحياتهم المستقبليه شو اللي راح يصير فيها. واي شخص بفكر في مجال يعني لازم يكون عنده طموح انه يشيل المغريات يشيل هاي المغريات من راسه، هاي الامور الرفاهيات وما الرفاهيات، ويبلش حياه صاحبه مصداقيه مع الناس والشغل الكويس، وانه يكون يعني فني، يكون حرفي، يكون بايده مهنه، مش اي شخص انه كمان انه يطلع للغربه. استاذ سامر، برضو بعيد عن شباب الاردن، هلا بالنسبه ل IDL دور بدنا نسال، هلا انتم مصنع حديد واكيد انتم متابعين اسعار الحديد عالميا، هل عندك انت طاقم لمتابعه اسعار المعادن عالميا ولا انت ما بتتابع هذا الموضوع انت نفسك؟ والله انا بتابعه، احنا بنتابعه عن طريق السوق، يعني سعر الحديد مبين، يعني عندنا سبلاير ناخذ الاسعار من عده سبلاير وبعدين احنا بنعتمد السعر اللي بدنا اياه. وهل دوله الامارات ساعدتك في امور تطويريه يعني كمصنع حديد؟ هل كان يجيك من الإمارات دعم أو يجيك أي شيء إنه الإمارات تفضلها عن أي بلد تاني إنك تفتح فيها هذا المصنع؟ والله أمي الدعم المعنوي. المعنوي. والمال المالي يعني أنا ما لجأت له، بس هو الدعم المالي عن طريق البنوك، بس أنا الحمد لله رب العالمين ما لجأت له. الحمد لله، يعني هاي جزء من واحد
بالمية من الناس اللي عرفناهم اللي الحمد لله الحمد لله. أنا صار لي 17 سنة في البلد، يعني مجرد الكريدت كارت عمري بحياتي ما طلعت. الحمد لله. سيد سامر، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك علينا وعلى جميع المسلمين والوطن العربي، حابين توجه كلمة لدولة الإمارات وحكام دولة الإمارات. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله عز وجل أن يجعل هلاله هلال خير ورشد وأمن وإيمان على الدولة، وأحب أن أبارك إلى أهل الإمارات والشعب الإمارات بالكامل.